معايا على التليفون الحاج عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكره القدم. حاج عامر اهلا وسهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ نعم يا عمري. ازاي الصحه يا فندم؟ كله خير الحمد لله. يا رب دايما يا رب دايما. اكيد اكيد هيبقى في حسابات خاصه للفتره اللي جايه بعد ان شاء الله كاس الامم لحد 24 مارس. يا ترى هل يعني بدات بشاير ده مع كيروش؟ هل في تفكير معين في فتره اعداد طويله شويه او فتره تجمع طويله شويه للمنتخب؟ لا حضرتك عارف ان الموضوع الاعداد الطويل دوت ما بقاش موجود حاليا، لان في اجندات دوليه رسميه لحد دوله بيحددها. تمام. ما بقاش تجيب اللعيبه اللي من خارج المواعيد ديت، والاجنده من يوم 21 ل 29 اللي هو هيخلي لها المباراتين بتوع ان شاء الله. طيب هل يعني مثلا هو طبعا اتفضل الجهاز الفني لما بيطلب اي حاجه قبلها يومين ثلاثه زياده طبعا بننفذ له يعني طلباته كلها. مثلا احنا مثلا دلوقتي عرفنا النهارده ان منتخب كوت ديفوار هيلاعب مثلا المنتخب الانجليزي في مارس مباراه وديه مثلا، يعني هل احنا على اجندتنا اي مباريات وديه حتى 24 مارس؟ يعني لغايه دلوقتي البرنامج مش موجود بتاع الجهاز الفني، ما حدش بلغنا باي حاجه. ما طلبوش اي حاجه؟ لا لا لا، وبعدين انا بقول لحضرتك ان الاجنده من يوم 21، مظبوط، لكن يعني ممكن شويه بيبقى يعني فيه مباريات وديه. اللعيبه ما تقدرش تجيلك الا يوم 21. طيب عارفين اللي في الخارج يعني. هل الاجنده الدوليه فيها مواعيد لقاءات وديه في مثلا في فبراير او في مارس دوليه؟ لا ما فيش اجنده في فبراير، هي اول اجنده بعد امم افريقيا في شهر 3 من 21 ل 29. كلام من 21 ل 29، فحضرتك شايف ان هي دي 21؟ ده احنا خلاص، ده احنا قبل الماتش بيومين ثلاثه يعني. ما عليك، ده عشان كده هيتلعب فيها المباراتين بيلعبهم في 5 ايام على خلال الاجنده دي. طيب يبقى 24 و29. هل ممكن تتوقع مثلا ان كيروش والجهاز الفني يطلبوا مثلا مباراه او اتنين قبل كده؟ لا لو عملوا هيلعبوا من غير اللعيبه، من غير المحترفين اكيد، على الاقل القوام المحلي يعني. لا ما اعرفش هو اللي في دماغه ايه يعني فكره ايه. طبعا برضو قبلها بيقول هيبقى في مباراه الاربع انديه بتوع افريقيا اللي عندهم مباريات، مظبوط. فبالتالي طبعا مش هيقدر يجمع اللعيبه اكيد. أبشكر حضرتك شكرا جزيلا الحاج عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، شكرا جزيلا لحضرتك. أيا كان بقى في مباريات ما فيش مباريات، ولكن نتمنى إن شاء الله يبقى في الروح، هي دي اللي هتوصل، وهي دي بإذن الله يعني اللي هتكون العامل الفيصل والحاسم في التأهل لكأس العالم. أعتقد بنملك الحمد لله مصر فيها جيل محترم جدا من اللاعبين المحليين والمحترفين، يقدروا إن هم يعبروا كوت ديفوار يعبروا السنغال، ولكن بالتركيز والروح والتنظيم اعتقد بالثلاث حاجات دول نقدر ان شاء الله ناخد الكان باذن الله ونفرح بالتمنه وكمان نتاهل للمره الثانيه على التوالي لكاس العالم ان شاء الله.